طيب أنا هلأ بلشت أصدقائي بالفصل الثالث عشر من لعبة Resident Evil Remake 4. ما توقعت الصراحة أصدقائي أني تطول اللعبة بهالشكل هذا. طبعا اللعبة بتطول في حال أنتوا حبيتوا تختموا كافة تفاصيل اللعبة وتدوروا على كل الخبايا الموجودة باللعبة. طولت كتير، تقريبا أنا صلي 13 مدري 14 فيديو منزل على القناة، كل فيديو 50 دقيقة. لا تنسوا أنيتي أنا الفيديوهات كتير اختصرت منها، لأني في كتير أمور وتفاصيل باللعبة ممكن تكونوا أنتوا رح تملوا منها، أنا اختصرتها وقطعتها وبذلت جهد كتير كبير بإني خلي الأشياء والتفاصيل المهمة اللي ممكن تساعدكم في حال أنتوا لعبتوا اللعبة طبعا أو حبيتوا تتفرجوا على القصة. طبعا أصدقائي برحب فيكم بهذا الفيديو الجديد، وبتمنى منكم لا تنسوا دعم القناة وتشتركوا فيها وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. إن شاء الله رح حاول هالسنة ختم قدر أكبر من الألعاب وغطي أكبر قدر من الألعاب، ورح نزل أساليب جديدة إن شاء الله وفيديوهات جديدة. أنا هلأ حاليا في مرحلة تخطيط لتطوير بعض المحتوى اللي موجود بالقناة إن شاء الله، بالإضافة لأنيتي رح أغير الديكور أو الاستديو لحتى يكون أفضل لتقديم محتوى أفضل لكم أصدقائي. طبعا أنا من دون أي مقدمات رح حاول بلش بهذا الفصل، الفصل اللي نهيت فيه الفيديو الماضي. اوكي هلا طلعنا نحن من القلعه خلصت منها. You look like you've got something to say. I have something to ask you. But I don't think I'll get a straight answer. Raccoon City. مدينة راكون. You know, after the incident, the world changed. Try to save one person, 100 others die. I guess I changed too. You, Leon S. Kennedy. You haven't changed. You just think you have. اتهموها لهالممثلة بالبرود على السوشيال ميديا وكتير كانوا كان في تهجم عليها، لكن انا ماني شايف اني في اي شيء عليها. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? What do you think? We're here. Okay. Don't think too hard, handsome. See you later. أنا نفسي أعرف بس وين بيروحوا. خذوني معاكو. Story of my life. خذوني معاكو. فجأة بنص القصة بيطلعوا يا جماعة. فجأة بنص القصة بيطلعوا. كيف بيتجاوزوا كل الوحوش اللي أنا عبعاني منها يا جماعة؟ أوكي، وين وصلنا؟ الله الله يستر بس. أوكي يبدو إني نحن بجزيرة نائية. والله ممكن يعني اذا لعبتوا انتوا Resident Evil 4 القديمه ممكن تتذكروا شوي بعض التفاصيل اللي باللعبه. اوكي يا سلام، بس لو معي سنايبر. اي اشلي مقضيتها طول الوقت موت. يا حبيبي ايش في صوات كمان؟ طيب يا سلام. Look at all these busy bees. I better watch my step if I don't want to get stung. اوكي هدول رشاشات رشاشات حساسة يا جماعة نوعا ما. على كل حال انا ما بعرف شو مخبالي جوا هذا المصنع. رح احاول قدر الامكان اتقدم. اوكي يا سلام، لسه ما استفتحنا. انا بتوقع اذا مريت من قدام الليزر هذا هتكون نهايتي على الاغلب يا جماعة. او البائع هون. وتف ايش هاد يا ملعين؟ الله 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 الله
اوكي. الحلو اني عم بلعب ريزيدنت ايفل ولعبة ذا لاست اوف اس بنفس الوقت، كثير عم خربط بالاعدادات يا جماعه بشكل مو طبيعي. طيب هلا بما اني انا سيفت خليني اشوف هذا الرشاش بركي بيطفى. او ما طفي. طيب في اكثر من وحش هون يا جماعه. يا سلام يا سلام. هذا لازم اقتله. لعيونك. لا يا الله. شو صار العادة يمشي هذا؟ طيب وانت يخرب بيته والله لحقني. اوكي فاك. طيب هذا طبعا رمي الاسهم كثير غبي، كثير عم يتحرك. ربيت امك. طيب ولي اوكي Here you go. What? اضرب براحتك. مش هتجي؟ وات؟ هاي هي مشكلتك انت؟ تعال اللحق قبل ما يتحول. اوكي كمان هاد ما تحول. هو anyway يمكن بده يرن الانذار يعني الصراحة. يلا ما عاد خلصوها.
يخرب بيت أمك. حيتحول ولا مش حيتحول؟ يخرب بيت أمه والله تحول. لك لا ليش مو من رشاش؟ هون هون تعال من هون motherfucker. طيب براحتك. والله خلصوا. اوكي ويعني يلا ما تحترق يا عمي. تعال كثيرك. خلاص عاد يعني اوكي صار معي هلا اكثر اسهم. anyway انا بدي اسهم anyway يعني هلا هدول شلون نتخطاهم؟ انا حاسس حالي اصلا يعني مش مستفيد منكم صراحة. طيب تقريبا هلا انا خلصت على الكل. خليني اطلع لفوق شوف شو في فوق اذا في اي شيء مستفيد منه يا جماعة. اوكي هاي اذا حركناها شو بيصير؟ في واحد هداك الطرف مش متحرك اصلا مش عارف ليش. What the fuck يعني ليش ما تحرك؟ ايش مشكلتك انت؟ طيب طيب لكن خلوني ادخل. كل شيء جاهز عندي. اوكي ما تحولوا هذا اهم شيء. خليك متيقظ يا ابني خليك متيقظ يا ابني. انت ما بتعرف شو ممكن يصير. اوكي هل طريقنا صحيح؟ تمام شو رايك ترقد شوي؟ ايش مش يا عفو الله شو هاد؟ لا 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 طول بالك شوي. اوكي هاي المطلوب منا بس تفتح تمها
بيكون كل شيء مثالي، لكن انا يا جماعه صراحه قلق على الاسلحه. تشوفوا بس شلون عم بيموت. اوكي يعني شوي بضل لسه عم بيقاوم. اذا طلعت لفوق شو ممكن يصير؟ يعني ليش بينقص من السلاح اذا غزيته بشكل خفي يعني؟ مش فاهم وجهة نظرك. اوكي يا حبيبي شكله في قناص هون. طيب اذا حاولت اجتاز كل هالشغلات بسرعة انا اسمع اصوات. السكين راح نصه بس على الخفا. طيب ايش في فوقي انا؟ اسمع اصوات. اوكي. هاي نوع من انواع الفخ. يب. لو فيني شيل لو فيني شيل البرميل يا جماعة. اوكي هالعشبة بدي اياها ضروري، بدي اياكي انا، بدي اياكي ضروري. حلو. اكتر شغلة بصراحة انا يعني ملتزم فيها هي البلاد. شوي بصير فل. هذا الشيء حلو الصراحة. القناص وضعه كتير خطير. لا 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 ما حلوة منك ابدا ابدا. معلش سامحني بس بدي القناص يكون جاهز، وهذا السلاح يكون جاهز كمان. صراحة كتير مهم. الله 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 معه ار بي جي. روكيت لانشر. اكو يا ارتو. This is good. معلش اعطوني وقت شوي. فاكين مدر فاكين. لك يا اخي طالع السلاح هذا. Let's go. هذا الـ RPG ماني مسامحه أبدا. أكو يا أرتو.
طيب Not bad, right? Yeah, fucking. حاولنا نناور بالنقود يا جماعة، ما أحسننا بالأسلحة كمان. يعني إيش ذا؟ لا لا ربيت أمك، وينك؟ أوكي طيرت له راسه. توقع لسه في واحد. في مكان ما هنا. اوكي. انا بالماب الذخيره كلها فوق. تعال طالع لعندك وحياتك. حبيت الحقكم بس. اوكي هون في سهم ضائع، خليني انزل اول شيء. استر على عرضك، اخذ هاد. وهيك بنكون خلصنا من كل شيء. لسه ما تادلو ما دادلو يا اخي. هون ايش في هون كمان؟ بالله الف الف. ايش اعمل بالف؟ Go to the fucking hell بوتا. الله يستر. شو في جوا كمان؟ اوكي انا الميديك عندي خرا. انا الميديك عندي وضعه خرا. اوكي يا عفو الله. Let's go.
دورك. اوكي اوكي تمام. لسه معي ذخيره يا جماعه، لسه معي ذخيره، لسه وضعنا امن. God damn it. ايش في هون فوق؟ خليني بس القي نظره. اوكي فيني ادخل من هون. طب بس ما راح ادخل، خليني اول شيء اشوف تحت. اتوقع مدام في باب فرعي بدي انتبه اذا في فخوخ يا جماعه، ممكن يحطوا لي فخ. اوكي يا سلام. ايش هذا كمان؟ موارد. طيب اتوقع ما يفتح. يب اي نو. اي ما فيني شيله. في صوت يا جماعة. ما في اي شيء هون. بدي اخذ بالي من الفخوخ يا جماعة، خاف يكون في شيء فخ. سكر. طيب يا ساتر. شافني؟ اوكي هذا انفجرت عليه القنبلة، ليش ما بعرف؟ في حدا جوا هون؟ منمية. طيب مرات انا بيوقعوا مني الاسهم بشكل فظيع. او في سيف تحت كني. طيب بالمرة خلوني يا جماعة اعمل سيف، الوضع جدا جدا خطير صار. Let's go. بس تقدمنا تقدم كبير كتير بهالمرحلة. يا سلام عليك، هذا المطلوب يا جماعة، هذا أحب الشيء على قلبي. اوكي هلا أنا جوا المكتب هون.
هذا اللي تحت. طيب هلا في شغلة أنا هون ما عم بساوية كتير، اللي هي انتو فاهمين قصدي، اكيد فاهمانين قصدي، المتفجرات تبعيت الاسهم ما عاد ساويتهم صلي فترة، مع اني انا كتير بستفيد منهم يا جماعة. طب بما اني انا هلأ معي اتنين ميديك لا مانع من اني استخدم انا واحد بس لحتى الامور تستتب يا جماعة، هيك احسن نبدأ بداية جديدة يا جماعة. كيف؟ وين؟ وين؟ وات؟ منيح شيكت. طيب أشلي نايمة؟ Come on, Ashley, wake up. Shit. طيب. Hang in there. بالله عليك تساعديني تصحصحي شوي. حرام عليكي. يا عفو الله في صوت. طيب انا معي قنابل خارقة حارقة، اذا نزلت شو راح يصير اذا نزلت؟ طيب ارتاح يا صديقي ارتاح، ما تعذب حالك نهائيا. اوكي السلم مكسور، هذا اللي بناخده منك بس، هذا اللي بناخده منك. اوكي هذا مو شغال، وير فاكينج اي ام، شلون بدي اروح للغبية هي؟ ايش كلمة السر؟ God damn it, بدي كارت. طيب هلا هون ما في شيء، لازم اطلع لفوق معناتها. الله غالب. لازم دخلنا لهون. اوكي في واحد جوا. خذ هاي خذ هاي خذ هاي. ها
شفتني ولا شفتك شفنا بعض يلا 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 قط 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 خد على راسك والله السكين راحت ما عاد سكين خالصة يا جماعة خلاص ماتت السكينة ماتت السكينة اوكي بدنا سيف يا جماعة ايش هذا هون؟ المنشأة مستودع الزنزانة God damn it طب هلا انا ايش اخذت هلا هيك؟ خليني جهز حالي اوكي تعرفوا اني ثلاث ارباع القصة بس هي بس دوارة على ريسورسز الله 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 الله, الله. الو ايش بو هاد يا امه الله يخرب بيت امه منين طلع هاد استغفر الله انت هون هاد طلع من الفرن لا حول ولا قوة إلا بالله. أوكي سمكة للبيع. طيب أصدقائي ما رح طول عليكم كتير إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو إن شاء الله رح كمل الفيديو عن قريب رح نزل اللعبة طبعا عم ختمها كلها يا ترى رح ختمها للأخير أنا كتير مستمتع فيها ومستمتع بلعبة The Last of Us على سيرة The Last of Us نزل اليوم تحديث يبدو إني الفريق عم بحاول قدر الإمكان يتلافى الأخطاء اللي صارت. عند إصدار اللعبة وحسيت أنا نوعا ما أني في تحسين بأداء اللعبة على البي سي طبعا في كتير ناس أني عم تشبت بموضوع البي سي صدقوني يعني هي الألعاب بدت وبلشت بالبي سي البي سي هو يعني أساس كل شيء لهيك يعني اللي بيكون كتير أني يعني أنا منحاز لكونسول معين سواء كان الإكس بوكس أو كان البلاي ستيشن بالنهاية يعني كل واحد عنده شيء مفضل لإله مو ضروري يكون في شماتة بالموضوع هي بالنهاية العالم عم تدفع مصاري لحتى تلعب وتستمتع وبما اني شركة سوني عم بتنزل حصرياتها على اللي هي موجودة بالبلاي ستيشن على البي سي يعني ما في مانع بالموضوع العالم بالنهاية مو شرط يعني يكون عندها اكتر من جهاز لحتى والله انت تكون رضيان بالموضوع وتكون انت متشدد كتير للبلاي ستيشن او متشدد كتير الاكس بوكس بتمنى يكون دائما في وحدة بين الالعاب وما يكون في دائما مثل نوع من الانحياز او يعني انه خلاص اني هاي اللعبة بس للبلاي ستيشن وخلاص يعني عرفتوا كيف على كل حال اصدقائي قبل ما انهي هذا الفيديو بتمنى منكم تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس وتحطوا لايك للفيديو والى اللقاء